مساء الخير على كل مشاهدي ومشاهدات مهارات عظيمه في كل مكان، تحيه وحب وتقدير لحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفات تكون يعني بسيطه ولكن فيها فكره حلوه، فيها فايده جميله وسهله في عمايلها في الفرن على طول، لان الوقت بقى شويه كتير ضيق وبقى في ناس كتير قوي بتبعت لي الحقيقه على الصفحه وتقول لي احنا عايزين وصفات يعني حلوه نحس ان احنا كلنا حاجه ومع رز ومعاها سلطه معاها كيك حلو، لكن تبقى سريعه ما تاخدش وقت كتير مننا. فالنهارده احنا هنعمل طواجن سريعه، يعني حاجات بسيطه كده وجميله، سواء بقى في فراخ كامله عند حضراتكم او فراخ متقطعه او شيش طاووق او زي ما انتم عايزين. هنعمل طاجن بما ان القرع الوقت بتاعه بدا يتالق فيه، دايما بيتالق في وقت الشتاء رغم انه بيبقى موجود في مواسم اخرى بس ما بيبقاش زي الوقت ده، بيبقى متالق وبيبقى فريش وجميل وبيبقى فيه انواع كتير منه، بنبقى احنا الحقيقه عايزين نعمل منه وصفات حلوه، مش بس الحلو لا كمان الحادق. فاحنا النهارده ان شاء الله هنعمل طاجن سريع كده بالفراخ، ولكن هضيف فيه القرع مكان البطاطس، يعني مش هستخدم البطاطس، هحط ان القرع ده استخداماته مكان البطاطس في بعض الوصفات. تعالوا نقول بسم الله ونقول هنعمل ايه. عندي صدور دجاج بالقرع، صدور دجاج سواء كامله او مكعبات او طاووق او فراخ متقطعه 4/4 او 8 اجزاء زي ما حضراتكم تحبوا. عندي مكعبات من القرع، عندي كوبايه من الفاصوليا البيضاء، عندي فلفل الوان، عندي فاصوليا خضراء، عندي بصلتين مفرومين، عندي كزبره خضراء، وعندي مرق دجاج، وعندي صلصه طماطم، ثوم مفروم، زيت نباتي او زيت زيتون زي ما تحبوا، زعتر، سبع بهارات، حبهان ورشه من القرفه وشطه دي حسب الرغبه، او قرن فلفل زي ما تحبوا. عندي كمان ملح وفلفل اسود، قرون الفلفل دي اختياريه حضراتكم تقدروا يعني ايه، لو انتوا حابين القرون المشطشطه مفيش مشكله، عايزين تجملوا كمان بشويه من مثلا بصل الاخضر ولا حاجه مفيش مشكله. طيب احنا هنبدا نعمل الصدور الجميله دي، هي وصفه سريعه وبسيطه وسهله. هنقول كده بسم الله، هجيب كده ايه وق او طاسه غويطه، بسم الله الرحمن الرحيم، حطها هنا تسخن شويه، وهاخد كده الزيت، بسم الله الرحمن الرحيم، عايزه اشوح البصل الاول، نطلع الطعم نفسه يعني ايه بشكل كويس. بصوا بقى ناخد كده البصل اول حاجه، بسم الله الرحمن الرحيم، كمان لو عندنا بصل اخضر هيبقى جميل جدا، الوصفه دي بتبقى حلوه كمان. انا ممكن اقطع مع بصل اخضر مفيش مشكله، هحط رشه كده من الملح ورشة من الفلفل، نطعم كده البصل بتاعنا ونساعد انه ينزل المية اللي موجودة فيه. نقلب كده تقليبة، تبدأ بس النار تسخن كده معايا، ايوة كده، وممكن اخد هنا من التلاجة فيه شوية من البصل الاخضر، بسم الله هنستخدمه برضو معانا كده. بصوا البصل الاخضر لو هتنضفوه ما تحطهوش ما تشيلوش منه الراس دي الا في الاخر وقت الاكل بس عشان ما تعملش ريحه، فانا بسيبه زي ما حضراتكم شايف يعني بنضف كده وبعدين بسيب شويه منه لما عاوز اخد وشويه بشويه يعني عشان ايه ما يصفرش وفي نفس الوقت ما يعملش ريحه عندي كده، طول ما احنا محافظين على الجزء اللي فوق ده خلاص تمام. طيب هنشوح كده تشويحه حلوه. طبعا عندي الثوم، بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا بشكر كل اصدقائنا اللي بعتوا لي امبارح على الصفحه بخصوص البولوبيف، يعني شكرا، وشكرا اللي شاف الوصفه القديمه وقال لي عليها برضو كانت جميله. في ناس سبحان الله هي يعني ايه امزجه، كل واحد على حسب الطريقه اللي بتريحه. انا كنت عاملاها قبل كده الحقيقه بنقع اللحمه القطع يعني نفسها، هي لحمه دسمه شويه، لكن احنا امبارح عملناه باللحمه المفروم، فاتمنى يكون عجبكم. احنا عملنا بيه وصفات جميله امبارح وفطاير وحاجات حلوه، وجربوه وابعتوا لي بس التطبيقات. ومعانا ام اسلام، صباح الفل. صباح الهنا يا حبيبه قلبي. عامله ايه يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي، لما بشوفك بس الحمد لله. حبيبتي ربنا يخليكي ليا يا رب. ربنا يخليكي لينا كلنا حبيبه قلبي. حبيبتي امين، ويخليكوا ليا يا رب صحه وعافيه. ربنا يخليك، ربنا يخليكي ويحسن ما بين ايدك. امين يا رب العالمين. امين. فعلا على البولوبيس طريقته كانت تحفه وسهله. طعمه كان حلو. لاي حد خالص. حبيبتي. فعلا انت عملتي قبل كده اللي هي بلحمه اللحمه المنقوعه. ايوه. بالتخليل. ايوه. صح.
فدي كمان حلوة قوي وسهلة لأي حد يقدر يعملها. أيوة حبيبتي، سهلي علينا حاجات كتير قوي. ربنا يسعدك يا رب. أمين يا روحي، ويخليكوا ليا يا ويخليك لينا يا رب يا حبيبة قلبي، ودايما منورة الدنيا كلها. حبيبتي منور بوجودكم والله ومشاركتكم ليا دايما كده. حبيبتي وسلامي لأحلى قناة، قناة الأهلي حبيبتي اللي فوق راسنا دايما. الله يخليك، ربنا يخليهم لينا يا رب، ولكرو البرنامج كله، ربنا يبارك لهم كلهم. أمين يا روح قلبي، تسلمي، ربنا يخليك يا حبيبتي. حرمش منك أبدا. ندى ربنا يبارك لهم. الله يخليك. ورونا حبيبتي، ورونا ورونا حبيبتنا ورونا. كلنا. تسلمي لي يا حبيبة قلبي. يا قلبي ربنا يبارك لك يا حبيبتي، ما تحرمش منك ابدا. حبيت فيكي خلقه يا رب. امين يا رب العالمين. يا حبيبتي شكرا ليكي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام اسلام الغاليه والله شكرا، دعوتك جميله، كانت دعوه مامتي الله يرحمها. بصوا كده هنشوح تشويحه حلوه، عايزه برضو اطعم كده ايه بشويه بقى يعني رشه كده خفيفه من الملح. انا مش هزود ملح دلوقتي، انا عندي مرق لحد ما اشوف الدنيا معايا فيها ايه. هاخد بقى رشه كده من السبع بهارات او بهارات الفراخ لو حضراتكم تحبوا، اللي يريح حضراتكم. الميزه ان انا اقدر اعمله كده تشويحه سريعه، ما كده بسرع من تسويته لما اجي احطه فين في الفرن، وممكن اعمله ني في ني. فالطريقه اللي تريح حضراتكم، لو في بابريكا ماشي، لو في شطه ماشي، لو عايزين تحطوا مكانها بابريكا مفيش مشكله. عايزه اقول لكم بقى ان في ناس كتير ما تعرفش الفرق بين القرع وبين اليقطين. الاثنين بينتموا للقرعيات. شكلهم مش مختلف كتير في الشكل، لكن خصائصهم مختلفه شويه. اللي احنا بنستخدمه دايما هو اليقطين، ده اللي بنطبخ بيه، ممكن نحمصه، ممكن نخبزه، ممكن نسلقه، ممكن نسويه على البخار. يعني سعراته الحراريه قليله جدا، مفيد في فقدان الوزن، وفي فيتامين الف، في مضادات اجسام عاليه جدا. طبعا هو حلو للمناعه جدا، بيقوي المناعه. احنا بقى لما نيجي نختار الثمره اللي ما فيهاش بقع داكنه كده، نختار الثمرة الحلوة. القرع ده بقى بيستخدم للزينة دايما، تلاحظوا كده في الهالوين والحاجات دي يفتحوه لأنه لحمه قليل، فتلاقوه بقى بيستخدم في الأشكال الجمالية، يفرغوه لأن قشرته صلبة، صلبة جدا. طبعا ليه ألوان كتير، ليه أزرق وأصفر وأحمر وبرتقالي، بس طبعا مش كل الألوان عندنا هنا الحقيقة في مصر، لكن أنا بتكلم عموما بصفة عامة على مستوى الدول يعني. بصوا كده، يعني ممكن نجيبها مثلا ونروح عاملين فيها شوربة العدس ونقدمها، نفتحها ونعمل فيها أشكال حلوة ونعمل فيها حاجات جواها تتحط. الحاجات دي هي اللي بتبقى للتجميل. القرع البرتقالي ده بقى بيقولوا عليه، بيسموه كده يقطين سندريلا أو القرع الأمريكي، بيكون مدور يعني الشكل اللي احنا عارفينه ومتعرف عليه دايما كده. بصوا التشويحه ريحه الفراخ جميله جدا. هعمل ايه بقى انا؟ هاخد كده شويه من الفاصوليا الخضراء، فاصوليا دلوقتي جميله متالقه كده. ندخل بقى شويه خضار المحبب والمحبذ لينا، هحط كمان الفاصوليا البيضاء، ما تنسوهاش لو عندكم فاصوليا حمراء حطوها. ننوع بقى في الحاجات اللي احنا ما بنستخدمهاش دايما في الشتاء، لان هي اليخنات الجميله الدسمه او الثقيله او اللي بتدفي معظمها بيبقى فيه الفاصوليا دي، اللي هي الحبوب او البقوليات. البقوليات بصفه عامه بتدخل بشكل كويس في مشروبات ويخنات الشتاء. الفلفل، وبعدين هاخد البايركس كده. بصوا بقى هنزل الخليط ده، بسم الله تقيلة، بس بسم الله اهو كده. شايفين احنا عايزين حاجات بقى ايه، تبقى وجبة معاها رز، معاها حاجات، ويبقى فيها برضو خضار، لان ده بيفرق قوي مع الولاد الحقيقة. مش كله نواشف نواشف وحاجات كده، لان برضو ايه مش حلو القلي كتير، الحاجات اللي هي ايه
يعني ممكن نعمل شويه وشويه، اوقات واوقات، ونخلي في الويك اند مثلا الاصناف اللي هم ايه بيحبوها. هاخد الصلصه دي هاخدها في المرق هنا وهدوبها وهحط معاها، بسم الله الرحمن الرحيم، انا مش عايزاها صلصه زياده، انا عايزاها يعني تاخد لون خفيف. ومعانا ريحانه، ايه الاسم الحلو ده، ومعلقه الثوم انا قسمتها عشان اخد منها جزء فريش يديني طعم حلو. معانا ريحانه، صباح الفل. صباح الخير على حضرتك. اهلا وسهلا بيكي يا فندم، اتفضلي. بشكرك جدا على وصفاتك الجميله. الله يكرمك. وبستاذنك بس لو حضرتك تعملي لنا المفتاه. عينيا يا فندم. تسلم عينك حبيبتي. ان شاء الله الاسبوع اللي جاي نعمل لحضرتك المفتاه ونعمل كمان تركيبه المغات. بشكر الاستاذه ندى والاستاذه روم. الله يخليك. الله يخليك يا فندم، شكرا، لذوقك كلك ذوق. شكرا لحضرتك جدا. بصوا القرع بقى مش ما يستحملش احطه تحت، احطه لفوق لان هو على البخار بيستوي. فانا يا دوب عايزه اسويه برقه كده وبحاجه جميله. والله يعني طاجن جميل. هناخد بقى ايه مع حضراتكم، ده اختياري طبعا اللي يحب. يعني لو انتوا حابين تحطوا حاجه تدي تيست حار خفيف ولكن ما نستشعرش بيه قوي هتعملوا كده، فأي حاجة عايزينها تطلع خفيف، لأن البذور اللي جوه الفلفل ده هي أقوى حاجة اللي بتطلع الحرارة، فأنا هعمل كده. هعمل بس شقين كده وهحطه هنا. خلاص؟ يطفي بس يعني إيه إضافة خفيفة، نكهة خفيفة كده. رشة بقى من الكزبرة الخضراء دي. أنا حطيت المرق اللي إحنا سقينا بيه، وبعدين هاخد كده من البصل الأخضر ده. اكتبي يا نودي المفتقة. كتبتوها يا قمر، تسلم ايديك. بسم الله ما شاء الله. اه بصوا انا بحب بقى البصل ده، هنيجي كده الريحه كلها اللي بتعمل في البق هي الجزء ده، عشان كده في ناس بتستبعده، بس طبعا احنا عايزينه، هو اصلا قاتل للبكتيريا على فكره. هو لما بيعمل ريحه في البق هو بيبقى بيقتل بكتيريا مره مع مره من الاستخدام، لو بتستمروا عليه على طول مش هيبقى يعمل طعم وريحه في البق ابدا. وبعدين في قرنفل وفي البقدونس، ونغسل سناننا ونحط الحاجات العطريه الجميله دي، لان البصل الاخضر ده مفيد قوي. انا عايزه حضراتكم تستفيدوا منه في السلطات بالذات في مرحله الشتاء. يعني ممكن تشقوها كده اتنين تبقى كده مثلا، على فكرة طعمه بيبقى جميل جدا. ففي وصفات كده بتبقى ايه مبهجة زي ما بيقولوا، يعني من المكونات بتاعتها. طبعا هاخد بقى رشة أخيرة كده هنا على الوش كده، وايه وندخل بقى الطاجن الجميل ده الفرن. بسم الله. وطبعا نقدر نعمل جنبه شوية رز حلوين، بس أنا النهاردة مش هعمل بقى الرز، احنا عملنا أصناف رز كتير جدا مع حضراتكم. بصوا بقى هاخد ورقة زبدة، بسم الله الرحمن الرحيم. اي ورقه زبده مش عايزينها تتبوظ لازم تكرتشوها كده عشان تثبت معايا. انا بحطها كفاصل علشان لما احط الورق الالومنيوم يبقى ماده ايه، بصوا كده، ماده القصدير ما تنزلش في الاكل. طالما الحاجه دي هيعدي عليها ساعه او ممكن اقل يعني اكتر من ساعه لازم نحط ورقه زبده، ويفضل نحط، لكن لو هيعدي الساعه لازم نحط عشان ماده القصدير دي هتتفاعل مع الاكل وضروري هتلاقوها اكسدت وبدا يبقى موجود في الاكل، فانا مش حابه كده. طيب واتكلمنا قبل كده ان في وش لامع للفويل وفي وش مط. الوش اللامع ده دايما لما بنيجي ندخل حاجه الفرن بنخلي المط لتحت واللامع لفوق، ولما بنيجي نعمل على البارد انا خلاص الاكل برد وعايزه اشيله في الثلاجه هقلب كده. خلاص طيب هنعمل بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرن عندي سخن ممكن حراره 200، الدنيا هتبقى جميله. انا بكمره شويه عشان ينجز معايا، ولو حضراتكم كمان عاملينه ني في ني، بس انا بحب بالذات الفراخ تتشوح، تاخد تشويحه او صدمه او يتقفل مسامها او تشم النار وتاخد توابل او عصره ليمون لو حابين، عشان بخاف منها دايما من الزفاره، يعني الفراخ تحديدا. البط معروف طبعا طرقه، معروف حاجته، اللحوم ما بتبقاش محتاجه ده. تعالوا كده بسم الله هندخل هنا الفرن. الحراره عندي هنا 200. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيبه شويه
وبعدين هقفل عليه، هياخد له 25 ل 35 دقيقه على حسب درجه حراره الفرن عند حضرتك. قبل ما هطلعه هروح شايله الفويل ورقه الزبده واسيبه ياخد لون حلو كده جميل ان شاء الله، وبعدين تاكلوه بالف هنا وشفا. نطلعه دلوقتي وهنشوفه مع بعض باذن الله. نستسمح حضراتكم بس في بريك ان شاء الله استراحه، ونرجع بعد الاستراحه هنعمل شوربه جميله برده من الشربات الحلوه الشتويه منوعه للولاد عشان ما نزهقش بالقرع، بما ان هو معانا في الحلقه النهارده بطل حلقتنا. فاسمحوا لنا ننتظر حضراتكم بعد الاستراحه، مستنياكم. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه. دلوقتي هنعمل شوربه القرع، طريقه لطيفه، نحط كده معاها مكونات حلوه هتتبسطوا بيها قوي. والناس اللي مش بتحب شوربه العدس، اصل ايه، في ناس تقول ايه العدس ما بيختلفش عليه اتنين، بس في ناس بعتوا قالوا احنا يعني ممكن نكون مالناش في العدس قوي، طب مش ممكن نعمل حاجه بالقرع، ممكن نعمل حاجه بالبطاطا. ينفع طبعا، ينفع مكان القرع ده يبقى بطاطا، يعني بطاطا الحلوه بتاعتنا، وينفع نعمل بالقرع. الحقيقه هي ليها طعم مميز جميل، واحنا برضو هنضيف لها جزر وهنطعمها بحاجات حلوه، هنشوف كده مع بعض. عندي قرع متقطع مكعبات وعندي بطاطس متقطعه مكعبات، بطاطسيه واحده ودي اختياري. عندي بصله مكعبات وجزرايه او جزرتين، انا بفضل الجزر يبقى جزرتين. عندي كوبايه من الكريمه او نص كوبايه على حسب الرغبه، معلقتين كبار من دبس الرمان، عصير ليمون، زيت نباتي، لتر من الميه او المرق على حسب انتوا يعني حابين ايه. لو عندكم مرق خضار ممكن جدا، عندكم مرق دجاج متصفي منزوع الدسم ماشي، زعتر وملح وفلفل. يعني ايه مرق دجاج منزوع الدسم؟ يعني انا حطيت يعني سي كان عندي فراخ وانا سلقتها، ودايما بقول لحضراتكم معلش نصيحه بالذات للفراخ البيضه، لازم نغلي. هو انا بصراحه الفراخ البيضه تحديدا ما بستخدمش المرق بتاعها، لكن ماشي يعني هي دورتها اصلها صغيره، فالواحد بيبقى خايف منها، تبقى عيانه، بتاخد مضادات حيويه، ما حدش عارف، فمتلحقش تتكسر في جسمها زي الفراخ الحمراء مثلا. فانا بقول ايه، بغليها الاول غلو بعد ما تتغسل طبعا وتتنضف بالملح والليمون وكله، الخل بيظهر الزفاره فما بحطش فيها خل، بحط ملح ودقيق وليمون. وبعدين بغسلها غسله كويسه جدا، وبعدين ببدا اديها في الميه، في ميه على النار، الميه دي بعصر فيها عصير ليمونه بحطها بقشرها، وبعدين اسيب الميه اول ما تبدا تغلي احط الفرخه تغلي معاها، بتطلع فوم ابيض كده، الفوم ده باخده اتخلص من الميه دي واشطه في الفرخه تاني، وابدا اعمل لها بقى الشوربه بتاعتها او المرق اللي انا عايزه استخدمه. في الحاله دي هنكهه ببصل وجزرايه وعود كرفس وورق لورا وحبهان ومثلا فصين مستكه، وبعدين ابدا ايه رشه فلفل كده خفيفه او كام حبه فلفل، واسيبها تغلي وبعدين انزل فيها الفرخ، بتدي طعم جميل. اخد بقى المرق ده بعد ما بطلع فرختي اروح حطاه بعد ما يهدى خالص بره، احطه في الثلاجه لتاني يوم. تاني يوم هتلاقوه عمل طبقه دهن جمدت على الوش. الطبقه اللي جمدت دي بنقدر نتخلص منها بكل سهوله، انا ليه بسقعها؟ مش عارفه اتحكم فيها، فباخدها ارميها، ببقى تقريبا ما تخلصتش طبعا اكيد من كل الدهون، لكن بنسبه كبيره حوالي 70% 80% تخلصت بنسبه كبيره من الدهون، فتبقى اخف شويه. طيب هبدا بقى مع حضراتكم، انا هنا سخنت الحله قوي فانا مش عايزه اعمل كده. هبدا احط الايه الاول البصل اشوحه، فانا هخلي كده الملح جنبي والفلفل هنا، وايه بسم الله هاخد حراره البان على طول بالايه معلقتين الزيت. بسم الله اهو، هناخد البصل بسم الله اهو، انا هعملها شوربه كريميه يعني، بسم الله الرحمن الرحيم، واخد رشه الملح على طول، بتساعد البصله تفرز كده الايه الميه بتاعتها وتبقى جميله، رشة فلفل كده، ونقلب تقليبة حلوة. اتفقنا البصل الأبيض حلو قوي بالنسبة للطهي والطبخ وكده، البصل الأحمر مناسب، ممكن بنطعم بيه في التتبيلات، يعني مثلا ما باجي اطعم حاجه بحط ايه بصلايه بيضه وبصلايه حمراء في السلطه، طبعا البصل الاحمر اكتر نسبه السكر فيه احلى واجمل. نقلب كده تقليبه حلوه، البصل لما بتطعم بتدي ريحه حلوه في الطبخ، خلي حتى ريحه الطبخه حلوه، مش ساعات كده واحنا ماشيين نلاقي ريحه تقليه نقول الريحه دي حلوه قوي، وساعات نقول ايه ده دي فظيعه، هي على حسب بقى، ما على حسب، لازم نطعم البصلايه لانها مهمه. طيب هبدا اعمل ايه بقى؟ بسم الله هاخد كده الجزر، بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد القرع
وطبعا هاخد بطاطس، بس انا مش هاخد كميه كبيره، هاخد بطاطسايه واحده. وبعدين هقلب كده تقليبه حلوه، معلش خليني ازود مكعبين قرع من دول. عايزه اقول لكم القرع ده بيتعمل بيه ماسك للشعر، مش ماسك، زي كونديشنر كده، حاجه مرطبه زي البلسم، بس ما يتحطش على الكميه كلها. هقول لكم تعملوه ازاي. هنقلب كده تقليبه حلوه. في جزرايه هربت بس ماشي، راحت لصاحب نصيبها يا فندم. يلا تمام. رشه كده بسيطه من الزعتر، لو عندكم زعتر فريش الدنيا تبقى جميله جدا. طيب انا بقى مش هسكت، وانا هسكت على كده لا، هاخد بصلتين خضر من دول واروح ايه حطهم مع المقادير. بسم الله. بسم الله. وممكن واحد بس يشغل الحرق معانا حبه كده صغيرين، ونقلب بقى تقليبه حلوه. اصلا هي ريحتها لوحدها كده روعه. تعالوا بقى نضيف عليها المرق. بسم الله، مرق الخضار. وهكمل بمي. بسم الله الرحمن الرحيم. على حسب القوام حضراتكم عايزينه ايه؟ عايزينه يعني خفيفة متوسطة زي ما تحب. عايزين تاخدوا ماك شوربة مثلا يكون متوسط مع عصير الليمون، هتبقى جميلة جدا. بصوا جميلة جدا، بصوا كده. تقدروا تجيبوا قرعاية كبيرة وتقطعوها وتخلوا البذر بتاعها وتعملوها مكعبات وتشلوها في الفريزر. وكل ما تعوزوا حاجة في الطهي أو في الطواجن أو في الحلو، نعمل طاجن قرع بالبشاميل أو تعملوا مهلبية، أو الحلو قوي للأطفال كمان قوي قوي قوي، ومن غير إضافة سكر ولا أي حاجة، يعني ممتاز ومشبع بالنسبة لهم. طيب هنغلي بقى هنا، ده هنسيبها كده على النار هنا. بصوا هتغلي غلوة كده، وبعدين هنضربها في الخلاط. ما نكترش البطاطس دايما عشان البطاطس بتعمل عرق كده. ناخد هبة. صباح الفل يا هبة. صباح الفل على عيونك الجميلة. أهلا أهلا، ازيك يا روح قلبي؟ الله يسعد قلبك حبيبتي. النهارده مش عارفه اقول لك ايه، قرع العسل ده يعني مشكله اساسا، بس جميل. جبته وما عجبنيش في الاول. ليه يا روح قلبي؟ طب دلوقتي ايه قولي لنا؟ لا ده دلوقتي بقى، ده انت يعني حاجات كتير قوي منه، يعني انا عملته بطريقه ثانيه خالص. قولي لنا طب طريقتك الجميله يلا. يعني كان مسلوق كده وحطيت عليه سكر وحاجات كده. يا جميله، انت اللي جميله والله. فما كانش يعني عجب الولاد خالص يعني. يا روح. وكل شويه يقولي لي يا ماما لا مش حلو، انا اقول لهم ده مفيد ويعني هنستفاد منه وجسمنا هيستفاد وكده. لا ماما ده فيه فيتامينات كويسه. لا ماما مش عايزينه. عارفه لو عملتيه بقى في الطاجن ده هياكلوه زيه زي البطاطس او البطاطا. لا لازم اجربه ده. بس جربيه هيعجبهم قوي. هما يمكن مش متقبلينه حلو. لا وحلقه امبارح كمان كانت جميله. الله يسعدك. لا حلو جدا البلوبيت بتاع البيت ده تحفه. الولاد عندي برضه بيحبوه، بس انا بخاف اجيبه من بره. يا روح قلبي ربنا يخليكي والله، انا تحت امركم في اي حاجه صدقيني. كلها جميله وتسلم ايديكي. ربنا يبارك لك يا رب. كل طيب زو. عندي بقى سمسم كتير كده غير الطحينه. نعمل شويه طحينه بقى حلوين كده فرصه. أيوة بقى ونعمل شويه حلاوه من الطحينه دي كمان، يبقى عندنا حلاوه طحينيه كمان حقيقي. والله والله هنزلك مقادير الطحين. طبعا من الطحينه اساس الحلاوه الطحينيه. انا عملت حلقه للحلاوه، عملتها بعرق الحلاوه وسريعه. هنزلك السريعه، اعمليها جربيها الاول. بلاش الصعبه. طيب بلاش الصعبه عشان تنجح معاكي، ومقاديرها مظبوطه وهتلاقيها احلى من بره وسريعه. يعني في 5 دقايق تعمليها وانت واقفه ما شاء الله. طيب لا ده كده يبقى هعملها النهارده بقى. خلاص هنزلك مقادير الطحينه وانزلك مقادير الحلاوه الطحينيه السريعه. لازم ادوقك منها بقى. يا نهار يلا، انا مستنيه، انا بحبها جدا. خلي بالك بس كده. تسلم عيونك يا رب. الله يخليكي. تسلم عيونك. دايما عامر يا عمري. دايما عامر يا حبيبتي بوجودكم جميعا. تسلمي لي. شكرا ليكي حبيبتي ومداخلتك يا هبه. طيب ممكن يا نودي بعد اذنك ننزل اول طريقه الطحينه الخام من السمسم. بس يا هبه انت عندك السمسم، انا نسيت اسالك، هو محمص ولا ني؟ عموما هو لو محمص مفيش مشكله، بس ضيفي معاه شويه ني. ليه؟ عشان ما تطلعش غامقه معاكي. خلاص. ويعني حطي مثلا معيار من الكوبايه محمص وكوبايه ني، وبعدين المحمص ده نعمل بيه تاني وهكذا. فاهمه قصدي؟
دي حاجه. الحاجه الثانيه هنزل لك مقاديرها دلوقتي، بعملها في الخلاط بتطلع روعه، وسيبيها. وبعدين يا جماعه الناس اللي بتسالني تقول لي الطحينه بتفصل زيت، طبيعي تفصل زيت، عند بتاع السرجه بتفصل زيت، لو اشتريتيها النهارده وقعدتيها يومين ثلاثه على الرخامه هتلاقيها فصلت زيت. لازم تتقلب، لازم تتقلب، ما تسيبهاش تركض تحت. هي طول ما هي فريش وفيها ريحه السمسم، والسمسم ده طازه وانت محمصاه، خلاص تمام، هتدوقي طحينه ملهاش حل. طب اعمل بيها ايه حلاوه طحينيه؟ هنزلها، عملتها بثلاث مكونات، كانت كوبايه من كوبايه ونص من سكر البودره المنخول، وكانت كوبايه من اللبن البودره، وكانت كوبايه من الطحينه. ممكن كوبايه الطحينه دي تزيد معاكي، تبقى كوبايه ونص او ربع على حسب المكونات انت مستخدمه، لبن بودره شكله ايه، سكر بودره شكله ايه. في بوله واحده بخلط اللبن البودره مع السكر البودره، وبعدين اروح ضايفه الطحينه وابدا الكوبايه الاولى، ونفس الكوبايه لكل المعايير، ابدا اعملها بايدي كده لحد ما احس انها بدات تتماسك، بس ما تبقاش عجينه فيها، بس بتتلم. هاخدها واجيب علبه احط فيها شويه مثلا فستق، عندي معلقتين، معلقتين بندق محمص، اي حاجه شوفي انت بتحبيها بانهي طعم. حطيهم في علبه نظيفه جدا متنشفه، واكبسي اكبسي 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 بايدك لحد ما تبقى بالسماكه دي، وبعدين حطي عليها ورقه خبز او ورقه زبده ودخليها الثلاجه، سيبيها لتاني يوم. كلي بقى وادعي لي، اقلبيها اعمليها براحتك. معانا مدام سهير، اهلا وسهلا. مدام سهير صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. بشكر حضرتك فعلا على المعلومات الجميله دي. الله يسعدك يا فندم، شكرا لحضرتك. معلوماتك كلها حلوه. الله يخليك يا فندم. بس هو بالنسبه لامراض السكر او ماشي القرع دوت، يعني هو ضرر شويه عليهم؟ هو لو اتضاف له سكر، هو مش مسكر على فكره، احنا اللي بنضيف له سكر، هو من غير السكر طعمه عادي، وهو سعراته قليله ونسبه السكر فيه مش عاليه قوي، ويعني حتى لو احنا هناخده المرضى السكر هناخده برضه بكميه قليله مش كبيره، ناخد نسبه صغيره يعني. نسبه صغيره طبعا، حتى لو هناكل منه ناخد حاجه بسيطه، يعني ارضي اللي انا عايزاه، بس في نفس الوقت ما اضرش نفسي. ما هو رغيف الفينو يا فندم، رغيف الفينو ده يرفع السكر في ثانيه. الفينو يعني هو ملهوش علاقه احنا بس بنقنن في الحاجات اللي ممكن تناسب مرضى السكر بشكل ما يتعبهمش وما يضايقهمش. بس ده المهم، لكن القرع مفيد احسن من البطاطا، يعني البطاطا فيها نسبه سكر عاليه. بس برضو البطاطا احنا ممكن ناكلها في امراض السكر عادي. بتاكلوها بس برضو يعني ايوه في الشوي في الفرن بس، لكن مش هتقدري مثلا تسويها وتحطيها في طاجن وتعمليها بالبشاميل، يعني هتبقى مش مريحه. لكن انا ممكن اشويها في الفرن، ودي احلى بطاطا ممكن تتاكل لكل الناس. عايزين برضو شويه معلومات عن اكلات مرضى السكر. حاضر. يعني برضو حاضر. سمعت ان العيش السن برضو في امراض السكر، انا سمعت ان هو مؤخرا ان هو مش كويس. هو الدقيق اللي فندم البني والدقيق الابيض هو نفس السعرات على فكره، هو فرق بس ان ده فيه الياف، يعني بكل ما القشره تميل للقمح الطبيعي بتاعها كل ما تبقى احسن صحيه اكتر. لكن الالياف دي بتعمل ايه؟ بتقعد فتره اطول تحسسني بالشبع، وما ترفعش السكر الا تدريجي، ما ترفعوش مره واحده، فبتنزل ما بترفعش نسبه السكر في الدم الا تدريجيا، وده مناسب، لكن كتره مش كويس برضو. ما هو كتره هيرفع، ما هو كل حاجه المعتدل فيها كويس. حقيقي المعتدل فيها كويس. هو السكر عموما كله ما فيش منه يعني ايه، ما فيش منه خير كويس يعني، خير كتير. لكن عايزين برضه نستأذنك يعني يبقى في معلومات للسكر، ويا ريت يكون كمان في وصفات يعني. من عيني يا فندم، والله احنا عملنا حاجات كتير. كل حاجه بس يعني يا حبيبتي الف سلامه على حضرتك، من عندي والعين دي مدام سهير. تسلمي. ولو حضرتك ليكي رغبه في اي وصفه قولي لي وانا اعملها لحضرتك. عيني يا حبيبتي. تسلمي لي يا فندم، شرفتيني ونورتيني يا فندم، شكرا. فحفظ اللي اتفضلي يا فندم. هنشوف اللي في الفرن حاضر. قولوا بس الريحه، الله اكبر. استنوا بقى، سيبوا بقى ده كده، ومعلش همسح ده عشان ما احبش باب الفرن يتسخ. تسلموا لي. قولي لي حبيبي. طيب لا طبعا. لا طيب ماشي. هو غالبا السمسم بيبقى كوبايتين، كوبايه يعني محمصه وكوبايه ابيض، وبنحط معاه الزيت، ممكن يوصل لكوبايتين زيت على حسب قوام الطحينه اللي حضراتكم عايزينه. انا باخد الزيت الاول اضربه في الخلاط لوحده لما يعمل قوام ابيض كده، تلاقيه كده ابيض لونه وفتح خلاص. السمسم زي ما اتفقنا كوبايه محمص كوبايه فتح عشان ما يغمقش الطحينه. طيب انا هخلي دي جنبي هنا عشان ابدا ايه احطها في الخلاط. مش المفترض احطها طبعا سخنه قوي كده، لكن ايه حضراتكم خلوا بالكم بقى من الاجهزه لان اصبحت غاليه جدا، وايه الواحد مش محتاج اساسا
يجازف يعني. بسم الله. هبدا بعد ما اضرب الكميه الزيت دي بنزل بالسمسم اطحن اطحن اطحن. في ناس بتضيف لها معلقتين دقيق للقوام بتاعها، وفي ناس ما بتحتاجش تضيف لها، لكن هي والله كده لوحدها رائعه. طيب انا بصوا المرق، انا ما بحبش اهري الخضار يا جماعه خالص، بحبه يبقى السوى بتاعه متوسط عشان احصل على كميه فيتامينز منه كويسه، ما بقاش ضيعتها كلها. معانا مقادير الطحينه اهي. تسلم ايديكوا حبايب قلبي. اخد بس شويه مرق هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلب شويه الحلوين دول. بسم الله. هنضيف لها بقى حاجه تدي طعم دلوقتي جميل. خلوا بالكم احنا ما حطيناش ملح الا في الاول، حاجه رشه بسيطه مع البصل، وما رضيتش احط لان انا حطيت مرق. مرق ايه؟ مرق دجاج او مرق خضار على حسب اللي عند حضراتكم. طيب اللي هو ايه يا حبايبي؟ من عيني فن، انت تؤمر يا استاذ فن. اي حاجه يعني تريحكم انا هعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده تمام. تسلمون. بسم الله. بس حله تانية كده، ايه ممكن احط فيها القرع الجميل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. محتاج حاجه فيه تتصفى خالص على فكره، غالبا كل الحاجات اللي محطوطه فيه جميل، اللي عايز يصفي ماشي، بس انا بصراحه بحب الحاجه اللي فيها الياف اخدها زي ما هي بحاجاتها عشان استفيد منها، ما بقاش قننت حاجات مفيده بالنسبه لي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بقى ايه ناخد شويه اللي باقيين كمان. السماكه هنقدر نخف بشويه من المرق او شويه من الميه زي ما حضراتكم تحبوا. بسم الله. هنا هي كده فيها سماكه شويه، احنا بقى ممكن نعمل ايه؟ قليل من الماء. بسم الله. هنجيبها على النار كده شويه، وبعدين هضيف معاها دبس الرمان. معلقتين دبس الرمان دول بقى بيدوا كده طعم جميل للمرقه. بصوا ليها كده، ليها طعم جميل ورائع. جزر كمان بيطعمها حلو. هي شوربة الحقيقة بتشعر بالدفء والطاقة كده جميلة. طيب لو أنا بقى عايزة خليها تاخد غلو، طبعا عصير الليمون ما تنسهوش. أخد بقى الطبق كده الوصفات الجميلة للقرع ده للشعر. في منها وصفة ممكن نعملها واحنا كان البلسم بالذات في الشتاء. باخد من معلقة من البلسم بتاعي اللي انا بستخدمه، معلقة واحدة، بسلق القرع ده، بسلقه مبنية بس على النار هادية، بعد اخده اهرس معاه اتنين تلاتة مع البلسم بتاعي، وما بحطش كمية القرع على البلسم كله عشان ما يعفنش، ان هو ده حاجة فريش وده حاجة تانية خالص مصنعة مش هينفع. فانا اخد على قد الكمية اللي هستخدمها في الوقت ده، تقدروا تحتفظوا بيه في الفريزر وقت ما تعوزوا منه تطلعوه. طيب دي وصفه حلوه بتساعد على ترطيب الشعر جدا جدا بشكل حلو قوي. هاخد كده، وفي وصفه تانية بيستخدموها كبديل للكيراتين. بصوا انا هاخد كده شويه من الكريمه في دي، وشويه هجمل بيهم ايه الوصفه بتاعتي. بيقطعوا القرع المسلوق ده ويضيفوا عليه جزء زيت جوز الهند. حط ويتحط على الشعر كده ايه ربع ساعه، ايه يفرد الشعر.
الحاجات الطبيعيه دي جميله، كنا زمان اهالينا بيستخدموها لنا كتير قوي، كتير كتير. كنا الحنه دي طول الوقت احنا بنعمل شعرنا بالحنه ونحط لها الزبادي وتحط لها بيض، البيض بيلمع الشعر قوي، يغذي الشعر جدا. بصوا بقى، حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. انت تؤمر يا فندم؟ حاضر، بسم الله. طبعا انا شايفه ان السمكه كده حلوه، الكريمه دي بتدي طعم كده جميل، حلوه الجزرايه دي. انا بقى احب الحاجات اللي فيها شويه خضر حلو. ده اللي هربت؟ لا يا فندم، اللي هربت دي راحت يا فندم في مكان تاني، دي اختها حاولت تهرب بس ما لحقتش. عايز اقول لكم في درس اصله في سنه خمسه ابتدائي جميل، عجبني فكرته جدا والله. انا عجبني المناهج اللي اتغيرت، عايز اتكلم بس عنها. هي اي نعم بقت شويه فيها حاجات للولاد في اعمار احنا مش متعودين، بس بقوا يشغلوا مخهم، ادينا نستغل جيل الانترنت في حاجه مفيده. فكان في درس عن الثلاث سمكات، فبيحكوا انه الثلاث سمكات دول جايين يصطادهم صياد، الصيادين دول المكان ده مش معروف لانه هو في فجوه كده في بطن الارض، فهم راحوا يصطادوهم. فاول سمكه استشعرت الخطر فهربت، نطت، قفزت قبل ما يوصلوا لها من مكان مجرى ماء، نزلت على نهر كبير. والثانيه عملت يعني ما اتاخرت سنه، راحت عملت اتقلبت وعملت نفسها انها يعني ماتت، فطبعا ما اصطادوهاش، او لما اصطادوها تقريبا هربت حاجه كده يعني، ده اللي انا فاكره. وبعدين تالت واحده دي حرام فضلت رايحه جايه رايحه جايه رايحه جايه لحد ما اصطادوها. فنستفيد من القصه دي ايه كلها؟ ان القرار، اتخاذ القرار يكون سريع وحزم، والتفكير يعني انت تفكر وتفكر صح وتاخد القرار المناسب في الوقت المناسب، بس كده هو ده الايه اللي احنا عايزينه. شوفوا بقى، ناخد كده شويه الكريمه اللي حطيناهم دول، نحطهم بقى مع الشوربه بتاعتنا القمر دي هنا. حاضر يا حبايب قلبي، بسم الله. اللي في الفرن اعتقد يعني هي الفراخ اصلا كانت شبه مستويه، بصوا كده هي الريحه روعه. بسم الله، لسه شويه، حاجه بسيطه يعني، ممكن ايه نطلع البريك ونرجع من البريك نقدم معانا الايه الطاجن بتاعنا الجميل ده. انا طبعا هستسمح حضراتكم في بريك سريع وهنرجع نعمل كيك كده جميل. واحنا بقى عشان خاطر مدام سهير مش هنحط فيه سكر نسبه سكر، هنحط فيه ممكن كده سكر دايت، ونعمل كيك بالقرع. كيك بالقرع جميل برضو، ممكن نضيف له عين جمل، تاتش خفيف كده من المنكهات الخفيفه البسيطه تدي له طعم وتضفي كده جمال ليه. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع حضراتكم الوصفات بتاعتنا، في انتظاركم. رجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. بصوا بقى عشان ايه، الله، طبعا بصوا البصل بقى استوى والحاجات جميله، وما تنسوش ان في فتره تسويه بتفضل في الطاجن طول ما هو بيهدى. وطبعا احسن حاجه تعملوها انه ان الحاجه دي تتغطى، يعني انا لو عامله فراخ مشويه او عامله اي صنف الفرن يفضل يتغطى ونحتفظ بيه، سواء لحمه او دجاج او بط، او عشان السوائل بتبقى يعني رايحه جايه في الموضوع في جسم الدجاجه دي في الانسجه، فاحنا عايزينها تستقر بقى وتبدا تحافظ على الطراوه بتاعتها والسوائل دي تستقر، فلازم اغطيها على الاقل من ربع ساعه لثلث ساعه. طيب احنا دلوقتي هنقدم الطبق ده او الطاجن اللي احنا عملناه الخفيف اللطيف ده، وبعدين ننزل مع بعض مقادير كيك للقرع هنعمله بطريقه سهله وبسيطه. هنتكلم فيها عن سلق القرع. سلق القرع ده حاجه بسيطه جدا. بصوا بقى، انا عندي هنا حله فيها شويه ميه، بصوا شويه ميه صغيرين، خليني اجيبهم هنا وهدي بقى النار هنا، خلاص انا مش محتاجه ان انا ادبلر الحراره. شويه ميه حوالي نص كوبايه صغيره وعلى قد كميه القرع. وهحط كمية القرع دي في شوية المية دول ونهدي النار. خلاص، على فكرة القرع ده بيستوي على البخار برضو، بيبقى روعة، بس الناس اللي عندها صبر بقى، لأن هو لازم يتهدى عليه نار قوي قوي. طيب، وبعدين أسيبه، أنا كده هوطي النار خالص لما يتسلق. أما هيتسلق هيبقى كده زي ما حضراتكم شايفينه كده، أهو أهو ابدا اقدر اهرسه زي ما انا عايزه، اهو شايفين ازاي هيبقى كده، انا سايباه يبقى كده خلاص من غير اضافه اي حاجه خالص. طيب انا دلوقتي هنتكلم عن مقادير كيك القرع، هي سهله وبسيطه وما فيهاش يعني فكره كبيره، ولو عايزين تعملوها في الخلاط توفيرا للوقت ما فيش مشكله. انا هستخدم معاها
اما عصير جزر او عصير برتقال، او لو ما فيش ده ولا ده ممكن تستخدموا معاها لبن او ميه، يعني ممكن اي عصير فاكهه عندكم فيش مشكله. انا بس بحاول اميل للحاجات الفاكهه اللي هي ما فيهاش نسبه سكر عاليه يعني. فخلينا كده ايه نجرب هنا كده. اول حاجه هاخد كده بوله، بسم الله الرحمن الرحيم. المكونات الجافه اللي هي الدقيق، احنا نزلنا قلنا المقادير. طيب كيك القرع عندي 2.5 كوباية من الدقيق، ربع كوبايه من عصير البرتقال او نص كوبايه من الزيت النباتي، 1.5 كوباية من القرع المهروس. انا حطيت السكر الدايت ده هستخدمه اللي هو فيه تقريبا 4 باكت. لو انتوا عايزينها تدي طعم سكر حلو هي لحد 2 أو 3 باكت، بتبقى السكر قليل خالص يكاد يكون مش محسوس خالص يعني. لكن لو حطيتوا 4 باكت من اللي بيحل 2 معلقة هتبقى كأنها زي الكيك العادي، الطعم فيها حلو. طيب عندي 2 بيضة، معلقة صغيرة من الفانيليا، رشة ملح، رشة جوز الطيب، ورشة قرنفل، ورشة قرفة، وده اختياري. عندي بيكنج باودر معلقة، وعندي رقائق شوكولاتة دارك أو تشوكلت شيبس، ممكن مكانها مثلا عين الجمل، حاجة كده تكون إيه صحية. هاخد ذرة الملح، حطيت رشة القرنفل، رشة القرفة. معانا أم محمود، يا أهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل يا روح قلبي، اهلا بيك. الورق الجميل ده الله يخليك. متعوده اكله حلو يا حبيبتي. ما اكلته حادق خالص. طب جربيه بقى حادق وقولي رايك. يعني انت بصراحه فاجئتيني النهارده يا حبيبه قلبي. والله جميل. التليفون مشغول مشغول عشان اعرف ايه الحادق ده. انا الحق بص حلو يعني طاجن قرع حلو كده. القرع تقدري توظفيه حلو وحادق. يا طب البطاطا الحلوة نقدر نعملها زي المشوية البطاطس الويدجز؟ لو حطيت لها توابل تخليها الطعم ده ماشي وتبقى مقبولة برضو، يعني مش طعم غريب علينا. بس جربيها في وسط، بيستخدموها دلوقتي كمان في الخضار السوتي في المطاعم، بس طعمه جميل قوي. ربنا يعزك حبيبتي تسلمي. ان شاء الله نجرب. جربيها في صينية خضار كده او تورلي او شوفي طعمه، قولي لي بس تكلميني تاني وتقولي لي كل حاجه كده يا حبيبتي. صح. ربنا يعزك يا رب. الله يسعد قلبك ام محمود، تسلمي. التليفون النهارده كان مشغول كتير. حقك علينا. انا عايزه الحلو، لقيتك دلوقتي بتعملي الحلوه. انا بعمل كيك اهو. ولو انت عايزه طاجن القرع انزل لك الوصفه بتاعته. احنا عملناه. عيني عيني ليك يا ام محمود. عشان انا ما بعملوش بجيبه من عندي قبل العندي. ربنا يسعدك حبيبتي تسلمي لي. شكرا يا ام محمود. اتفضلي حبيبتي اتفضلي. نزل لنا يا نودي لو سمحتي مقادير القرع العسلي الحلو. احنا عملناه بطريقه جميله، ويا ريتك تدخلي ويا ريتك تدخلي يا ام محمود تشوفيه. بصي انا هرسته لما عملته في الطاجن كده وهرسته، ما نعمتوش قوي، ما خليتوش بوري زي البطاطا. عشان تستمتعي بيه القرع لازم تدوقي معاه حتت للمحب القرع يعني. بصوا بقى هاخد البيض هنا، بسم الله الرحمن الرحيم. بكسر بس بيضه بيضه عشان اطمن ان ما فيش واحده فيهم لا قدر الله ايه فيها حاجه فتبوظ لي الخليط كله. هاخد كده بيضتين، وبيضتين كافيين جدا للمعيار. وبعدين هدي الزيت، وادي السكر الدايت هحطه هنا في الاول، وهحط الزيت والفانيليا. بسم الله. والعصير البرتقال او عصير الجزر او زي ما انتم حابين. بسم الله. وخلينا نخلط المكونات السائلة دي مع بعض. انزل معاهم القرع، بسم الله الرحمن الرحيم، لحد 1.5 كوباية قرع. الدنيا جميله خلاص. بسم الله. حطينا البيكنج باودر وذره الملح والمنكهات على الايه، على الدقيق.
القمر ده. معانا ام جوزيف، يا اهلا وسهلا. اهلا بيكي يا شوف عظيمه، ازيك؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله، ربنا يخليك وتسلم الايادي. تسلمي يا روح. النهارده ربنا يحميكي يا رب. تسلمي انت على اللوبيا القمر حبيبه قلبي. انت جميله والله يا شوف عظيمه. ربنا يسعدك يا ام جوزيف. بصي يا قلبي، ليا سؤالين يا رب يخليكي. مور يا حبيبي. الامر الله وحده. الفاصوليا الحمراء جاتني علبه، انا مش عارفه اعملها ازاي. تعمليها زي ما انت عايزه. انا عايزه تعمليها في سلطه، اعمليها تاكليها وتبصيها. معرفش، ما انا اول مره بامنه تجيلي. طيب بصي بقى هقول لك حالا سلطه حلوه تعمليها بالفاصوليا الحمراء. والسؤال الثاني معلش، القرنبيط عايزاه بطريقه سهله كده عشان ما يشربش زيت منك كده يا رب. طب اقول لك على حاجه حلوه. يا قلبي، ما تستني لبكره وهنعمله سوا على الهوا. ماشي يا قلبي. ايه رايك؟ استناكي يا عم. حلقه قرنبيط بس. ماشي. المقرمش والحاجات الحلوه. حبيبه قلبي. اتفقنا؟ جميلة. تسلمي يا حبيبه عمري، شكرا يا ام جوزيف. تسلمي. تسلمي يا حبيبتي، في حفظ الله. بصوا بحط كام واحده شوكولاته كده خام حلوه من الانواع الحلوه، بتدي طعم كده، بس نكسر الطعم الايه ده مش كتير. على فكره دي ما فيهاش سكر خالص. طيب عارف بقى، هنحطها بس مع الدقيق كده، وبعدين نيجي بقى نصب على الدقيق المواد السائله. بسم الله. خفيف. بصوا كيك سهل وبسيطه بس جميله. وهنصب القالب ده، انا حطيت له بس شويه من الايه معلقه زيت كده، اللي عايز يبطنه بدقيق ماشي. حطيت للدقيق قلنا ايه رشه الملح والمنكهات اللي هي فيها رشه قرنفل، رشه قرفه، اللي عايز يحط رشه جوزه الطيب، عايز يحط مكان الشوكولاته دي عين جمل ماشي. بصوا بسيطه، والقرع حطيناه، كل المواد دي في السايله، الزيت والبيض والفانيليا والقرع والبرتقال مع بعض كله في الخلاط اهو. بسم الله. خلاص على حراره 180، مش هعلي عن كده. هتدخل الفرن حراره 180 على الشبكه في النص، ان شاء الله تطلع مظبوطه. هتاخد من حوالي، يعني احنا ما بنفتحش قبل 25 دقيقة خالص، لكن لحد 35 دقيقة 40 دقيقة على حسب درجة حرارة الفرن. تعالوا بقى ايه ندخلها كده. بسم الله اهو، ونقفل ونشوف الكيك اهي. اوكي، ادي الكيك. بصوا طرية وجميلة ازاي، كيك القرع دي رائعة والله. بصوا بقى حضراتكم يعني ايه استمتعوا بيها، جميله. اعملوها بالبطاطا، اعملوها بالقرع، حطوا زي الكاروت كيك، ما احنا عملنا قبل كده الكيك اللي بالجزر وقلنا مفيد للولاد. وتعالوا يعني ايه نعمل حاجات جميله كده شتويه مختلفه مغذيه، ننوع للولاد شويه. يمكن تسلم ايديكم. تعالوا يلا نقول القرع العسلي بالبشاميل. عندي قرع عسلي بيوري، الكميه اللي انت عايزاها، يعني مثلا هجيب ايه كيلو على حسب البايركس، عايزه صغير هيبقى اكتر من كيلو لان هو اللي بيخس شويه. عندي للحشو مكسرات دي حسب الرغبه، عندك جوز هند، زبيب، عين جمل، براحتك. بشاميل، اهم حاجه البشاميل. لما اسلق القرع زي ما اتفقنا هيتبقى فيه شويه ميه كده باقيين، شويه الميه الباقيين دول مش هرميهم، انا عايزاهم هاخدهم عشان اضيفهم مع البشاميل كانهم مكان المرق في البشاميل الحادق، وهضيف عليه نسبه السكر اللي انا عايزاها، وبعدين اللبن. عندي بقى اللبن لتر على 3 معالق كبار من الزبده و3 معالق كبار من الدقيق، هيدوكي بشاميل مظبوط جدا جدا. لكن هنضيف سكر، عندي ربع كوبايه من الكريمه ماشي، عندي قشطه ماشي، وش اللبن، عندي حاجه ادعم بيها البشاميل بتاعي بطريقه حلوه اوكي، وهحط فانيليا. هيبقى سكر وفانيليا وطبعا المقادير اللي قدام حضرتك، وهاخد كوبايتين من ميه سلق القرع. افرضي ما تبقاش كوبايتين، كوبايه مفيش مشكله، المهم يتطعم.
والسكر، السكر حسب الرغبه زي ما حضرتك تحبي، ممكن تستخدمي سكر دايت، ممكن تستخدمي سكر عادي، مفيش مشكله. في ناس بتحب تحط عسل احيانا. وبعدين لما نفضل يعني هنشوح الدقيق الاول مع الزبده، وبعدين هننزل باللبن ونقلب كويس جدا جدا، بعدين نضيف السكر والفانيليا والقشطه في الاخر. خلاص بناخد بقى رق كده ونحط المكسرات في النص والرق التاني، وبعدين نصب البشاميل من فوق يدخل الفرن ويطلع، تسيبيه لما تهدى وبالهنا والشفا، احلى حاجه يتاكل فيه ساقع شويه يعني هادي. دلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم بعد حلقه القرع اللي نوعنا فيها اكتر من صف، اسمحوا لنا نستعد للفقره الطبيه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم.